بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وإحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، نظمت المحافظة الشمالية بحضور السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ الشمالية استعراضا ميدانيا وجماهيريا بمشاركة عدد من إدارات وزارة الداخلية والفرقة الموسيقية للشرطة وشرطة الخيالة، بالإضافة إلى الدراجات النارية. وقد انطلقت الفعالية بساحل أبو صبح وسط حضور متميز وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين، معبرين عن تقديرهم لشرطة البحرين وامتنانهم للجهود الأمنية المبذولة من أجل حفظ أمن الوطن وحماية الأرواح والممتلكات، كما أعربوا عن إعجابهم بالعرض المميز ودوره في تعزيز روح المواطنة والولاء لدى أطياف المجتمع.